السلام عليكم خوتي الموالية، تحياتي لكم جميعا. حميمات ديالنا كيف العادة كنطلقوهم كيطيروا كينزلوا كياكلوا الماكلة ديالهم، حنا خدامين معاهم يعني نفس الخدمة. بالنسبة للحميمات كاينين اللي باقي عندهم الأجنحة يعني مازال ما كملوهمش، كاين اللي تبارك الله كملوا الأجنحة ديالهم. مهم ما كنبغيوش نفورسيو على الحمام، وتبارك الله الحمام يعني طار مزيان اللهم بارك. زائد عندنا واحد التعديلات خفيفة في اللوفت، صوبنا اخوتي هاد الطبيلة كما كتشوفوا، صوبنا اليوم الطبيلة دابا تولي تجيني ساهلة في النيتواياج. كانت في الاول ديك الطبلة يعني التحتانية معنكشة، دابا تولي تجيني ساهلة في النيتواياج. كيف العادة راه ديما يعني كنعقم بهذا، ماشي كنضرب، كنحاول نضرب في هاد البلايص هادو الفوق هنا، هاد البلايص هادو هما اللي فين كنضرب، غي يعني مرة في الشهر مرة في الوقيته فاش كنطوي كنحاول بحال هكا يعني غير رشات خفاف هكا كندير لهم. السلام عليكم، وهنا عاوتاني وفي هاد البلاصة هادي عاوتاني. ما تكتروش هاد هذا، ما تكتروش لهم في السجنة، وخاصي تخليو دابا السجنة بحال دابا انا غادي نخلي السجنة المهم واحد نص ساعة هي خاصي تكون اكثر. المهم الحمد لله حيت عندي السجنة اصلا يعني منفسة من هنا، الامور راه ممتازة تبارك الله. الغبرة ما بقاتش عندي اخوتي بزاف في السجنة، الحميمات حتى الحميمات ولاو تيطيرو مدة طويلة. ها الوزغي عاوتاني ديما ديما هو تال الاخر عادي يطير، ها واحد الكوبل حميمات الاخرين ها هما تيتسركلو هنا. شيل هي شيل هي عليناش نخليهم على خاطرهم، ضربنا تمارة خوت اللهم وليني ما حيدتش عليا داكشي راكم عارفين. دابا بقات لي غير هاد التهويه ان شاء الله، حتى هي راه غادي نشوفوا لها شي وقيته ديالها. هذا مكان نخليو الحميمات يرتاحوا مع راساتهم، تندخلوهم الوز غير الخوت راه صافي ما بقاش، مشى لديك الدار الحمد لله. بالنسبه للحمامه الخوت اللي مريضه راه بانت لي شويه، مهم الحاله شويه كتحسن. ها هي ها هي، انا ما عطيتها لا دواء لا والو، انا بغيت غير نخليها على خاطرها تندير ان شاء الله، وغادي نحاول نعزلها بوحدها ونعطيها الدواء ديالها. كيفاش غادي نعالجها؟ راه غادي نخدم غير بكوتريم، كوتريم هو اللي غادي ندير لها تقريبا 5 د القطرات في الفم ولا 3 د القطرات، كتعطي اليوم 3 د القطرات، الغد لي عاوتاني بنفس التوقيت كتعطي عاوتاني 3 د القطرات. فالحمامه راه ان شاء الله غادي تشافى من السالمونيلا ولا البارا ولا لادينو، راه كوتريم راه المهم دواء بشري خدام، بعدا انا خدمت به خدام منه الخير. اذا كان مثلا ديك واحد الكينه، كاينه واحد الكينه خضراء، هذيك الكينه خضراء حتى هي راه خدامه لهذيك المرض حتى هي منه الخير. البطالة ديالنا اللهم بارك تتسنى هي الماكلة. شنو هو بخيخيش؟ ماشيني هاهي لا لا خو بخيخيش هذا. كما سمعتوا دابا الحميمات هما تفزعوا طارو. سير اوليدي سير، الحمام الاخر اللي ما بغاش يطير ما عندنا ما نديرو ليه، غير هو ديما الحمام خاص تخليه يطير بخاطرو، كل ما كتخلع الحمام كل ما تيديروا مشاكل وتيديروا عقد نفسيه للحمام، وتيولي الحمام تيبدا يخاف منك. ها نتوما كما كتشوفوا يعني حيت ديما كنعطيهم داك الامل ديال انني راه ما غادي ناديكم ما والو، مره مره كترمي لهم ميك لهنا. نتمنوا الخير، ها نتوما السجينة كيولي هذا الخوت امور راه غادي مزيان، شويه بشويه غادي نستيكيوها كامله ان شاء الله. هذوك الحميمات اللي تخلعوا طارو او منزلوا في العاده نخليهم على خاطر خاطرهم. دابا حاليا اخوتي علاش ما كنبغيش انا نفورسي على الحمام، كنحاول نخليه بخاطرو يعني تيطير هو تيقول لك انا قادر نطير قدا وقدا،
فكل نهار هو تيبغي يطير واحد المده. فانت اشنو كتبقى تتعامل معاه؟ الماكله ديك التغذيه اشنو خاصك توكلو؟ المهم التغذيه تتلعب دور كبير. والقناه الحجر الروقي راه كتشرح لكم كل شيء اخوتي. غير الواحد دابا تيبغي يعني تيبغي الحاجه سهله ولا ما فهمتش انا شنو كاين وصافي. الا فهمتي اشنو هي التغذيه وعرفتي اشنو هما الحويجات كيفاش يعني كل حاجه علاش كتخدم وفي وفوقاش كتخدم واشنو اللي كيخدمها وهادي كتولي تفهم بزاف د الحوايج. دابا هاد الحمام هذا خاصه يبني واحد اللياقه بدنيه طالعه. كيفاش غادي يبني هذيك اللياقه؟ بالتدريب، الطيران، تيطير تينزل، زائد التغذيه. دابا انت تخيل معايا الحمام ديالك خاصه بروتينات، خاصه بعض الدهنيات، خاصه بعض الفيتامينات، خاصه السكريات باش انه يعني باش يبني الجسم ديالو والحمامه تكبر ومازال الحمام فيه البداله. وهادي خاصنا نعطيه واحد الميلونج اللي فيه واحد النسبه ديال البقوليات. حنا يعني كنجيو كندخلو في واحد الماكله اللي هي ديبيراتيف وماشي تدي يكون كان شي ديبيراتيف اللي هو ني ديبيراتيف يعني ديبيراتيف اللي ما فيهش البقوليات وفيه نسبه السكريات كثيره والنسبه ديال الدهنيات قليله. الحمامه كطير كتبغي تنتج لينا يعني كتبغي العضله انها تقسم باش يعني تكبر العضله وباش ان الحمامات يعني الجسم ديالها يكبر. فكيخصوها واحد البروتينات وواحد الاحماض الامينيه وبعض الحويجات. انت ما كتوفرهم ليهاش مع المده الحمامه ديالك كتمرض كتقول راه ضربتني لا دينو مشاكل حمامتي تقيه حمامتي تبوع. راه هذا يعني السبب باش حمامتي يمرض هي ديك الماكله اللي تتوكلوها الخوت. هذا الشيء اللي كاين نتمنوا الخير على الحميمات يتسناو غير نعطيوهم الميكله. هذه هي راه بقات مره كتبقى تهيج معايا شدوا معاهم. اشنو بنيه دي؟ هذه اخت الحمامه اللي مرضات هاي تتسنى غير لقيت الماكله تدخل. نتمنوا الخير ضربوا شي طليله للسجين اللهم بارك. ها نتوما كيما شفتوا الاجواء تبارك الله كي ولات ولا داكشي يعني مزيون اللهم بارك. نتمنى خير ان شاء الله راه غادي ندبر على شي ليستونات صغار عاوتاني بحال هادو وغادي نصاوب لي كاليبوتي للكره كاملين. ودابا غادي تولي دابا حتى النيطواياج غادي يولي قضيه سهله صافي دوز الكراتوار وغادي تشطب. هذا الشيء اللي كاين اخوتي الحمد لله الامور ممتازه. قبل يا الخوت الطير بحال يعني فزع الحمام عييت ما نشوف السماء بحال هكاك ما يبان ليا لاني 100% واش نهبط على شي حاجه هنا حيت الحمام بقى رد البال لديك الجهه. الحميمات يستراحوا جالسين مع راساتهم نتمنوا فيهم الخير. سجينا اللهم بارك صدقات مزيانه هاد سبوتنيكا يعني الخوت داكشي باش كنقول لكم يعني راه هاد السجنه تخصي الفاس يكون مسدود وتكون واحد التهويه هنا والفاس الفوقاني يكون محلول. راه يعني داكشي يا خوتي استنتجتو بحكم يعني السجينه كان الفاس ديالها كان فيه غير داك الكونتر بلاكي رقيق كتسخن القضيه. فهنا خاصك تكون يعني تنتذكي مع الصباح راه تدخل الشميشه للسجنه ولاني ما تسخنش السجنه باش الا سخنات السجنه هنا كيولي تيوقع مشكل للحمام ما تيبقاش داك الحمام يعني ديك التهويه اللي تتكون مزيانه في اللوفت كتخلي الحمام انه يعيش بصحه جيده انه يريكوبيري بالزربه انه يعني اي حاجه عطيتيها ليه فهي كتبان فيه. تقدر مثلا تعطي غير الثومه في الموادي الحمام يبدا يبان لك اللهم بارك يعني الجهاز التنفسي ديالو تيكون ممتاز. ولكن الا كانت السجينه مزموته الخوت مثلا راه الحمام واخا تعطيها الدواء ديال الجهاز التنفسي ووالو تيبقى لك المشكل. يعني الا صلحتي السجنه تقدر ما تعطيش الدوايات. هادو واحد الحويجات اللي ركزوا عليهم الاخوان هو يعني الحمام فاش نبغيو نفرخو منه ما كنعطيوش الدوايات بزاف كنعطيو غير التريكومونوز الجهاز التنفسي وكنفرخو الوليدات ديالنا. فوق اللعب يعني فاش يقرب تتفوت البداله الحمام ما خصناش نبقاو عاوتاني نعطيو غير في الدوايات كنعطيوه الدواء اللي غادي يحتاجو شنو هو تريكومونوز الجهاز التنفسي وزائد البلاصه فين عايش داك الحمام. يعني ديك البلاصه فين عايش الحمام خاصي تكون يعني سجنه ممتازه. راكم تشوفوا الناس ديال اوروبا ولا الناس اللي هنا في المغرب يعني كيصاوبوا واحد السجاني اللي هما باثمنه خياليه ماشي اثمنه المهم اثمنه في المناسبه
هذوك السجاني علاش الناس داروهم بدوك الاثمنه باش يديروا واحد المعايير اللي غادي يعيش فيها الحمام. فهمتي دابا خويا المولوع؟ راه ها هي هذيك السجنه، هاد السجنه، ها هي هاد السجنه، ولكن خاصنا السجنه اللي غادي يعيش فيها الحمام مزيان. هذه راه واخا راه عايش فيها الحمام مزيان، ولكن باقي المشاكل، كاين القصدير، كاين المهم هادشي. حنا كنحاولوا نمشيو درجه درجه ونتمنوا الخير. هذيك هذيك اخو خيخيش، اللهم بارك. صافي الحميمات دابا اللي طاروا هادي راه صافي تيتسناو دابا غير الماكله، نخليهم على شي شويه وندخلهم. كيكون الخوت الحمام جالس مريح هو هذاك بخير وعلى خير، تيجي الخلوي كيخلعو. ما الله يدير شي تاويد الخير. هاد الخلوي الخوت راه ما كانش عندنا هنا في المدينه بزاف، كان قليل، ما قليل هاد الاواخر. راه اللهم بارك، راه تبارك الله، كاينين شي فروقه. انا جيت السوق هنا كاينين شي فروقه كينزلوا هنا تيرعاو، راه تبارك الله الخوت. حنا كنا نتعاملوا معاهم كنحطوا لهم الماكله، ولكن راه تيوليو تيديروا المشاكل. كتولي دابا غير كطلع للسطح غير كيشوفوك فوق السطح تيبقى يجيو اللقطه فاش هما كيجيو كيشوفوهم الحمام كيتخلعوا. ها هو كاع ما قدر يدخل مع الحمام، ها هو الطرفانيه ما قادرش يدخل مع الحمام، ما تيطيروا هما مفورسين، هو ما تيقدرش يدخل معاهم، تيبقى يتسناهم حتى تينزلوا تيجي عندهم. مشكل والله، اني معليش ما عندنا ما نديرو هادي الولاعه في الاطلس. اشنو وليدي هذا؟ غادي ندير معاه شي حل للخوت. هاد الذكير غادي ندير معاه شي حل. هذا راه الابن ديال هاد النتوى هادي، حيت شد ليا هذاك الوكر، شد ليا هذاك الوكر، وشد له الكره التحتانيين كاملين. والله تتقول المقاوي، لان غادي نتفاهم معاه. بحال هاد المشاكل هادو ديال الذكر تيكون شاد ليك كاع البلايص. بحال مثلا انت، بحال مثلا دابا هاد الدكار هذا شاد لي هاد البلاصه وشاد لي هاد البلاصه، اشنو غادي ندير انا؟ غادي نشد هاد الدكار وغادي ندير السجنه ديال البروديكسيون اللي هي الذكوره، غادي نسد هذاك الوكر ديالو، وغادي نخلي الحمام ديالي يعني يولي الذكوره يشد شي واحد فيهم يشد هاد الوكر. غير غادي يشدو يعني مزيان صافي، ما يبقاش يولي عارف بان الوكر ديالو هذاك. من مورا راه غادي نطلق هاد الدكار، غادي يبغي يدخل عنده، غادي نحيدو ندخلو لبلاصتو. راه من مورا ما يبقاش داك المشكل، يعني فيت جربتها معاه ماشي مره ماشي جوج. نتمنوا الخير لجميع الخوت. ها الامور كي دايره داكشي، يعني فاش كتصاوب شي حاجه اللهم بارك كي الخاطر كيتقاد تبارك الله. نتمنوا الخير. اشنو والو الناس خوني فرا والو، ما تمشيش تجيب شي دوره يا غير اجي اجي ما تخافش. نتمنوا الخير. ها الحميمات يتسناو غير ميمي. ها الحميمات يا الخوت اللهم بارك. غنزلو واحد جوج دوكور، ها الدكار الثالث هو نزل معاهم. ها الحميمات الاخرين، شي باغي ينزل شي باغي يطير، ما عليناش، نخليهم كيف العادة يعني يتسركلو مع راساتهم يتحركو، ما كاينش الإشكال. اللي بغا ينزل من السما للسكوتيك. اشنو ولا لا؟ شوفو الضريبة الخوت كيفاش دايرة. اشنو حميمات يعني صحيح هاد الحمام الحل هاد لكم، المهم الحمد لله داكشي راه كيبقى كاين تحسن شويه بشويه. ان شاء الله غير يكملوا البداله ديالهم كما كتشوفوا، هاد الريشه الاخرى باقا عندها، غير يكملوا البداله ديالهم فار الحميمات ان شاء الله غادي يعني يكونوا على اتم الاستعداد. نتمنوا الخير لجميع الاخوان ونحاولوا ندخلوهم. كنت باغي ندخل الحميمات الخوت وما يتخلعوا، لا غادي نحاولوا ندخلوهم. يلا زي 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 خل 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 يلا خل 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 خل
باقيين شي حميمه طايرين. هاد الحميمات هما اللي بقاو. يلاه خص دير دابا سبوتنيك. دخل 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 دخل. هاديك اوليدي. يلا زي 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 زي. دخل 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 دخل. يلا زي 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 زي. صافي راه اللي تعطل راكم عارفين اش يوقع لي. يلا دخل 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 دخل. يلا زيد راه بقيتي انت. دخل 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 دخل. يا خليك على خاطرك. يلا زي 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 زي. دخل يلا دخل. اوكي الحميمات ديالنا ما ساليتش باش نيطواي ليهم. صوبنا بعد هذيك السجينه صوبنا ليها الطبله. دابا ان شاء الله بقات ليها الطبله دابا ديال هذه السجينه هذه. حتى هي خاصني نصوب لهم ندير لهم شي طبيله باش تولي ديك الغبره والمسائل كلشي يتجمع ليا لتحت. نتمنى خير ها الحميمات الصحه ديالهم اللهم بارك وزيد في ذلك. نتمنى فيهم خير ان شاء الله. المستوى ديال الطيران راه كيتحسن شويه بشويه ولو انني راه عندي شويه العدد في هذا الجاني هذا راني ماشي مشكل. غادي نحاولوا نعزلوا واحد الحميمات اللي غادي يكونوا ناضين وهما اللي غادي نلعبوا بهم ان شاء الله. واللي ما يعني ما حالفوش الحظ يلعب ولا راه غادي يبقى عندنا نفس السجنه حتى العام الجاي ان شاء الله ويلعب كاينش مشكل. شوفوا السجينه الاخرى هنا الذكور تبارك الله. هاو ماشي قصيو ماشي الذكور راه هنا راه مخلطه الدعوه الكبار والصغار والذكور والاناث كلشي هو هذاك. امور تبارك الله غادي تولي دابا حتى البزقه غادي تبقى تبان. نتمناو الخير. هاد اللعيبه خوتي راه ما شريتها ما حتى لعبه ديالي. قالنا واحد السيد الله يرحم ليه الوالدين جارنا راه الجيران الحمد لله مهلين فينا والله يرحم ليهم الوالدين. ما كان شي حاجه راه ما كينساوناش احنا ان شاء الله باش نفرخوا شي فريخات نديروا لهم شي زبده شي زبده سانك سانك. نتمنوا الخير لجميع الخوت والله يسخر لكم في الولاده ديالكم. البارح راه عطيت الحميمات درت لهم الزيت البلديه مع الماكله الفيردو بيير درت لهم الثومه بودر وسميتها البودر روج. هادو هما اللي عطيتهم. ايوا نتمنوا الخير. شي كنحاولوا دابا مع وقيته ديال الطيران وهذه الحمام كيحتاج واحد النسبه ديال الدهونيات باش يبدا يعاون راسو. فحنا كنحاولوا نعاونوه بالزيت البلديه زائد البودور بحال الكاردي بحال زريعه الكيف بحال زريعه الكتان. مازال ان شاء الله غادي ندخل لهم الصوجا لاش الصوجا تبارك الله كتعتبر من الحويجات اللي يعني نشريها بعدا. نشري الصوجا وما نشريش مكمل غذائي. هذا الشيء اللي كاين اخوتي. تقدروا الاخوان يعني بحال الصوجا تشدها غادي تقرملها وغادي تطحنها تولي غبره. الفول غادي تشدو حتى هو غادي تقرملو وتطحنو ويولي غبره. وفاش يجي الحمام ديالكم المطلق تقدر تعطي الماكله ديبيراتيف وتعطي لهم هذه الخلطه هذه بهاد اللعيبات هذو اللي قلت لك دابا راه الحمام ديالك غادي يريكوبيري. غير هي فاش كتخل يعني الماكله ديال الماكله سبور مع الديبيراتيف باش يريكوبيري كتكون احسن بالنسبه لي انا كتكون احسن. يقدروا الناس عاوتاني يعوضوا بمكملات ما كاينش مشكل. مهم داكشي اللي قريتي وداكشي اللي فهمتي طبقوا اخويا والله يسخر خوتي كاملين. حاجه وحده اللي نوصيكم عليها مزيان هي السلاله النوعيه ديال الحمام. راهي جوج حمامات من سلاله واعره راح احسن لك من بزاف ديال الحمام. وهادشي بالتجربه ان شاء الله الا كتاب العام الجاي المهم الحمام اللي غادي يبين مزيان وهادي راه ان شاء الله غادي نبازيو عليه. الحمام اللي غادي يبين غير شي شويه هو راه غادي يبين ولكن غير شي شويه فان شاء الله غادي نحاولوا نحيدوه. يعني ماشي غادي نحيدوه نبيعوه لا غادي يتحيد. الحمام اللي يتباع هو الحمام الواعر الحمام القتال. والله يسخر الخوتي كاملين. الحميمات تساو مشاو للجهه الاخرى عاوتاني يكملوا تما عاوتاني. امور ممتازه كما كتشوفوا حتى الغبره الى لاحظتوا حتى الغبره تبارك الله ما كايناش واحد الغبره بزاف. باقي غير داك حيت نيطويت باقي غير واحد الغبيره رقيقه ماشي مشكل. نتمنوا الخير للجميع. حبس 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 سير 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 لي سير لي سير لي سير لي اصاحبي شنو شنو الماء عادي الخوت
صافي، مرة لوتي، مرة الكوكسيتريكو، مرة المعادي، ماشي مرة، أغلبية المرات المعادي. حي خليه هو يتسنى، يتسنى حنا ما نشوفوش كيفاش تشربو. هاي تبارك الله. حي من وفات الله يسخر الجميع، الاخوان في الولاعه ديالهم. فغادي نحد نزيدهم شويه د الماكله، راه سالاو الماكله، غادي نزيدهم شويه الحميمات الاخرين، حتى هما راه غادي نعطيوهم يشربوا. المعادي الخوت كيف العاده، اللهم بارك. يلا شربوا وليداتي، شربوا شربوا مع راساتكم. المعادي، والمعادي فاش يشربوا الحمام تبارك الله تي يعجبهم بزاف، يعني واحد بحال هكا الحمام تيبغي الحاجه طبيعيه، صافي ماكله طبيعيه والحويجات اللي تحتاج داكشي يكون طبيعي، بحال الماكله الميلونج، ياكل الميلونج هكا. نتمنوا الخير لجميع الخوت، الله يسخر لكم في الولاعه ديالكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.